شكرا لكم. حصة خاصة فروم نرجعو لكم منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان وإذاعة إي إف إم في سلسلة الحلقات هذوما اللي نحكيو فيهم على مواضيع تهم عن قرب موضوع أو مجال حقوق الإنسان. اليوم باش نحكيو على الإعلام، باش نحكيو احنا لرواحنا معكم انتوما، الإعلام بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. باش نسمعوا آراء مختصين، باش نحكي على مشروع دليل خاص بالمعالجة الإعلامية لخطابات الكراهية. شو معناها خطاب الكراهية هذية؟ كيفاش نعرفوه في وسائل الإعلام؟ ما هي مسؤولية وسيلة الإعلام؟ ما هي مسؤولية الصحفي؟ وما هي مسؤولية المتلقي باش يكون فما المناخ اللي نحافظوا فيه مع بعضنا على حرية التعبير؟ حرية التعبير اللي هي من أرقى وأعلى المكاسب في منظومة حقوق الإنسان. وقت اللي فما خطاب يكون مبني على المشاعر قوية وغير عقلانية، تنجم تكون فما عداوة، فما بغض، فما كلام اللي ما يجيش باش يتقال في وسيلة إعلام تجاه مجموعة معينة أو فرد معين. لهنا نحكيه على خطاب الكراهية، وقت يكون فما تحريض بالتصريحات أو بالإيحاءات أو بالمقارنات أيضا نحكيه على خطاب كراهية. أيضا الدعوة أو النية لترويج مغالطات تكون أيضا تستهدف أشخاص وإلا شخص معين أو مجموعة أو فئة معينة، تكون هذه زادة في باب خطاب الكراهية. يبقى التساؤل مطروح، كيفاش نجمو نحدو من خطاب الكراهية ذي في الإعلام بدون المس من حرية التعبير؟ لأنه باهي باش نذكروا بعضنا من الأول، راهي حرية التعبير هي حق سامي وراقي ومطلق نوعا ما، ولكن عنده حدود. وقت اللي ندخلوا في مجال حرية التعبير التي تمس من الحقوق الإنسانية الكونية أو المدنية لشخص آخر، وقت اللي تكون حرية التعبير يمكن أن تثير القلق ويمكن أن تمس من النظام العام وتكون هنا تستحق عقوبات، ولهنا ندخلوا في مجال تقنين حرية التعبير والصحافة اللي نعرفه في تونس والحمد لله تخضع لقوانين خاصة باش ما يصيروش دي ديغاباج. تعرف حرية التعبير فيسع ما ينجم اللي يجي اللي يحب اللي يحكم اللي عنده سلطة اللي عنده نفوذ ينجم يتلاعب بها ويمكن توصيفها على أساس جريمة. المقاومات موجودة. احنا بعد شوية باش نسمع صادق الحمامي الباحث في الميديا يفسر لنا بالضبط شنية خطاب الكراهية في الإعلام. هو يقول مثلا أنه في بعض المجالات وفي بعض الحالات تخلط الأمور إلى الهسترة الفردية أو الجماعية، ونشوفوا زادة فما خطابات كراهية مباشرة فما خطابات غير مباشرة، زادة فما بالتلميح أنك تخلق دي سيتواسيون يكونوا هما يؤديوا إلى وصم معين أو إلى ازدراء معين أو إلى تحريض معين حتى بالإشارات أو بوضع الشخص أو الضيف أو أي فرد كان وإلا مجموعة في وضعية معينة تجعل منها هشة ومستضعفة وفي علاقة مباشرة مع أي ظاهرة عنف وإلا اعتداء. هذا الكل يدخل في خطاب الكراهية. احنا توا الحمد لله في مجال حرية التعبير حاجة به يا برشا. نشكر برشا إي إف إم منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان لفسح المجال هذايا للحديث على المواضيع. ومعكم أنتم باش يكون الحديث على 31 380 ألف. البداية باش تكون بآراء من الشارع التونسي حول الخطابات اللي راوهم هما ما يتعدي وش ما يجي وش خطابات كراهية اللي تمس من حرية التعبير وتجعل منها هي نفسها مهددة. نسمعوا مع بعضنا ونرجع. خطاب الكراهية هو كل نص يتضمن إساءة أو إهانة أو اتهاما بالنقص والدونية أو التحقير أو يحرض على العنف المادي أو المعنوي ضد الأشخاص والجماعات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو بسبب اللون أو اللغة أو الجنس أو طبيعة المهنة أو المظهر. وسيلة الإعلام يعني مملوكة. قلت لنا التفسير هذا يا شيماء، ميرسي بوكو. هذا التفسير نذكره أنه من موقع نوات حول خطاب الكراهية، هو التقديم اللي نلقاوه في المواثيق. باش نسمعوا مع بعضنا ميكرو تروتوار. عندنا ميكرو تروتوار سيد مخرج. يلا نسمع. تمارس رأيها بشكل عادي بكل حرية، حتى واحد اللي عنده الحق يحقر حتى حد،
حتى لو كان الراي هذاك مختلف وعلى حدا ما يعجبنيش وانا جو سوي توتالمون كونتر جو بو لوتي كونتر الحاجه هذيك اما بطريقه حضاريه من غير ما نحق العبد قدام يا اخي كل من هب ودب ولا جاء هذاك يقول على هذاك جاهل وذاك يقول على هذاك مخلف وذاك يقول على هذاك كفر وذاك يقول على هذاك ارهاب لازم نحترموا بعضنا راه انك تنقدني مش طايح لي قدري راه معنا لهني شنو محدد بين ما هو نقد موضوعي وما هو سب لهني حتى الالفاظ بحد ذاتها المستعمله نجم نفس الفكره نجم نعبر عليها بطريقه سيئه جدا ونجم نعبر عليها بطريقه مهذبه جدا الصحافه عندها حرمتها السب مش في الصحافه النقد السب اذا كان وصل لنقد فيه سب موضوع ما عادش رساله خاصه IFM, la plus belle radio. هذا بعض الآراء نتاع مواطنين على شنو الحاجات اللي تدخل في إطار حرية التعبير أو المساج وإلا كل أي حاجة تتعدى في وسيلة إعلام يمكن رانا أن نحطوها تحت المجهر بكل تفاصيله. نحكيه على ظاهرة خطيرة هي خطاب الكراهية أنه يقع تحريض فئة معينة وإلا حتى الوصم ولا نقوله هذيك بهذيك علي في علاقة بأي شيء يكون مادي يكون في شخصه المس من الذات البشرية المس من الحرية الشخصية المعتقد الكل راوي نجم يندرج في خطاب الكراهية باش نكونوا أكثر في الأكاديمي وفي التفسير العلمي نسمو صادق الحمامي الباحث في الميديا دكتور صادق حمامي نسمو خطاب الكراهية هو خطاب ذات طابع سياسي وقد ظهر وتعمق وتنامى منذ 2011 بسبب الاستقطاب الإيديولوجي والاستقطاب السياسي والعديد من الأحزاب السياسية ومن التيارات السياسية ومن الشخصيات السياسية ومن الشخصيات أيضا التي تعمل في حتى خارج السياسة مثلا. وهذا الخطاب عادة في السياق التونسي يؤدي إلى ما أسميه أنا أطلقت عليه نوع من الهسترة، يعني هناك ميستيريزاسيون بالفرنسية، يعني بمعنى إنسان يدخل في حالة هستيرية يصبح يعني ينتج يتحدث يعني خطاب كراهية يدعو إلى تقسيم المجتمع يدعو إلى له خطاب يقوم على وصم الآخرين المختلفين. يعني هناك في المجتمع التونسي لا تزال أو ما تزال هناك ثقافة معاداة التنوع تقسيم المجتمع تعطيل قدرات المجتمع الخلاق لأن الآخر يتحول إلى عدو يتحول إلى عائق أمام الآخرين وكأن الحياة لا يمكن أن تكون أو المجتمع لا يمكن أن يقوم إلا بإلغاء الآخر. وهذا أيضا للأسف الفيسبوك غذى هذه ثقافة تقسيم المجتمع عادة إلى قسمين وثقافة الخطاب السياسي والإيديولوجي. ونرى أن في الفيسبوك هناك مجموعات يعني منسجمة فكريا ويصبح لا تقبل أي نوع آخر من الحقيقة، يعني تنتج خطاب كراهية وتصبح جماعة كارهة للآخرين كارهة للتنوع. ثم لا ننسى أيضا مرة أخرى وأؤكد على هذا أن هناك من في الإعلام من متكلمين أو فاعلين يعني يقومون يغذون هذه النزعة الهستيرية الجماعية وهذه النزعة العدائية. به هذا كان صادق الحمامي الباحث والأكاديمي في الميديا. في تونس فما تشريعات هي اللي تؤطر الخطابات الإعلامية بصفة عامة، فما خطابات إعلامية وهو العادي والمتعارف عليه تندرج ضمن حرية التعبير، فما معايير دولية وهي ضمنها تكون التشريعات القانونية التونسية، فما تقديم لتعريف تقديم أو تعريف شامل لخطاب الكراهية كيف متعارف عليه. هذا كله كان يتحكي موجود في تشريعات مختلفة، إلا أنه من فما بادرة صارت من عند الهيكا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومعها منظمة المادة 19 قدموا دليل للصحفيين التونسيين لمعالجة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام. الدليل هذا هو عبارة على كتيب، حاجة مهمة برشا على خاطر بصفة عامة الإعلامي وقت يكون في معناه يمارس العمل متاعه بصفة يومية فما نوع من المهارات والقواعد اللي يلزمه يلتزم بها ويلزمه يقوم على أساسها بالعمل متاعه المهني والموضوعية طبعا، الاستماع لمشاغل الناس هذا أكيد، ولكن خطابات الكراهية أو العنف
يجب أن يقع تفاديها. معناه نبعدوا عليها قد ما نجمو، وقت اللي تجي قدامنا تتعدى ولا تتقال ولا تزرف كما نقولوا بالتونسي، هي ملزمهاش تتعدى، ما سيبوزون تعديت، يلزمنا بالوقت نحاولوا أن نصلحوا الخطاب هذيك ونعدلوه، على خاطر على قد ما تنتشر المعلومات والخطاب هذايا، على قد ما تزيد تنتشر الممارسات اللي تجي معها اون باراليل. الممارسات هذية تؤدي لتجذير، معناها حاجة تولي متأصلة الكراهية والعنف والتمييز، وهذا يتعارض تماما مع حرية التعبير. يمكن لو كنت خاصت هو اليوم اللي نتناقشوا فيه، أنك تسعى إلى أن لا يكون خطاب الكراهية موجود في وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت تحرص على حرية التعبير. الدليل هذا للصحفيين عملته الهيكا والارتيكل 19 هي منظمة المادة 19، نلقاو فيها تقديم وعرض الممارسات الفضلة للمعالجة الصحفية الجيدة اللي يلتزم بها الصحفي لتفادي بث خطاب يتضمن كراهية وعنف وثلب. باش نسمعوا توتسويت نوري اللجمي رئيس الهيكل يفسر لنا أكثر موضوع الدليل هذا. إيش معناها خطاب كراهية؟ كيف يمكن أن نتصدى لخطاب كراهية؟ ما هي الممارسات الفضلة؟ بعض التجارب في الدول الأخرى، بعض التجارب في تونس. دونك يعني الصحفي ينجم يلقى في الدليل هذايا فكرة تقريبا شاملة حول هذا الخطاب. احنا قلنا العديد من المرات بيودنا أن الفترة الاستثنائية لا تكون فترة دائمة، ماذا بينا الانتهاء سريعا مع الفترة الاستثنائية، وحتى يقع العمل في نطاق مؤسسات التي تكون المجتمع الديمقراطي. دونك في ظل هذه الفترة طبعا فيه العديد ما يقال، لكن ماذا بينا لا تتواصل هذه الفترة إلى ما لا نهاية له. هذا نحكيه في الوقت الحالي في الفترة الاستثنائية اللي نعيشوها في بلادنا. كذلك زمنا نذكره لنقابة الصحفيين عندها سنوات تخدم على الموضوع هذا، وحدات رصد كبيرة كانت موجودة لرصد الإخلالات، لأنه تمرير خطاب الكراهية ليس من قبيل حرية التعبير، وإنما هو من قبيل الإخلالات المهنية، لأنه راهي تدخل في باب التحريض. يمكن تظهر حاجة نورمال بالنسبة للكثير، ولكن راهي ماهيش نورمال، راهي حاجة خطيرة يلزم أولا الصحفي يتفاداها تماما، على خطر عندها أمباكت، عندها وقع كبير جدا ومباشر لدى الرأي العام ولدى المتلقي. ويلزم الهيكل كما نقابة صحفيين والهيكا وأيضا داخل مؤسسة الإعلامية، لأنه التعديل الذاتي لهنا يلعب دور كبير جدا، يلزم الناس الكل تفيق في ساعة وتحاول أنها تتفادى، لأنه هذا يمس من أخلاقية المهنة أولا، ويمس من باب العمل الإعلامي الذي يتماشى جوستومون مع حرية التعبير. نذكر مرة أخرى أن حرية التعبير حتى في تعريفاتها في المواثيق الدولية والتشريعات وكل المعايير في الدنيا تقول أن حرية التعبير عندها حدود. للأسف أنا راني الفكرة هذه كيفكم ما قبلتهاش برشا من الأول، أما بعد تأكدت لي هي موجودة، وقت لي الأمور يمكن أنها تخلط إلى المس من النظام العام، إلى العنف، إلى التحريض، هنا نخرجوا من باب حرية التعبير وندخل مرات حتى في أبواب متاع جرائم يعاقب عليها القانون. مش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا، نحب نسمع أراءكم انتوما في الموضوع هذايا. موضوعنا اليوم هو الإعلام بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. هذا فورم صحفي من أجل حقوق الإنسان وإيفام. مرحبا بكم، نرجعوا بعد الفاصل، تكلمون على 31 380 ألف. الناس الكل، هذا فورم صحفيون من أجل حقوق الإنسان GHR وEFM في إطار مشروع تعزيز الإعلام المستقل في الوطن العربي. نحكي اليوم على الإعلام بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. خطاب الكراهية تحت المجهر، فسرناه، فهمناه، شفنا الآليات المقترحة من قبل الهيكا، نقابة الصحفيين، كل السبل جيدة وفعالة. راولي
لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام. نأكد لكم أنه أغلب باش ما نقولش الكل خاطر ماني سير اللي هما الكل، أغلب المؤسسات الإعلامية قاعدة تخدم على الموضوع هذا من خلال التنظيم الممارسات التحريرية، فما قاعدين يصيروا ورشات في الموضوع هذا، ولكن بلاش بيكم انتوما، خاطر انتوما يلزمكم تكونوا العين الناقدة وساهرة على ضمان حرية التعبير، لأنه مكسبنا الكل وما يلزم حتى حاجة تجي باش تدردر المكسب هذايا أو الحق هذايا، معناها وخاصة وقت تتعلق الأمور بخطاب الكراهية اللي نجم يكون خطاب مبني على التمييز، ينجم يكون مبني على الوصم الأخلاقوي، ينجم يكون على انتماءات عرقية دينية، حتى فئات مستضعفة في المجتمع. معناها ديما نحن في GHR و EFM خدمنا برشا على موضوع التعاطي الإعلامي مع قضايا المرأة، في بعض الأحيان نلقاو النساء والفتيات من الفئات التي تتعرض لخطاب الكراهية في الإعلام وإلا بصفة عامة، يعني الخطاب التمييزي للي نخلطه إلى الخطاب التحريضي هو خطاب كراهية. نسمعوكم على 31380000. سي منير مرحبا. مرحبا بك أختي فاطمة. مرحبا سي منير، تكلم فينا من منوبة. مرحبا بك. زين عمر. مرحبا. وبيك عشك. أي سيدي، شنو رأيك في الموضوع؟ الموضوع اللي جبتوه اليوم مهم ياسر، لكن قبل ما نحكيه ونحن في الجدالية على شنو المساج قاعد يوصل فيه الإعلام، خلينا نشوفوا الثغرات الموجودة في مجال الإعلام على مستوى الجمهورية التونسية. نحن وقت عنده الهيئة العليا الهيكاء، ما يزيدش يكون دورها كان عقابي كهولاء. احنا كنا نتمنى يكون فيها جانب تاع تكوين، خاصة واحنا نعرف منذ سنوات طويلة وأنه ميدان الإعلام فيه برشا دخلاء. الميدان هذا عند الدول المتقدمة تعطيه أهمية وتريه الأهمية اللي هي تكون أهمية قصوى، خاصة وأنه أي شعب راهو بالنسبة لي هو الإعلام راهو يرفع له مستوى التفكير نتاعو، إذا كان فما موضوع يوضحه له لكن بمستوى عالم. خاصة احنا توا في الزخم هذا الثوري وفي كل واحد وشد اتجاهه وكل واحد عنده تفكير وكل واحد عنده عقليته يا حبذا، وانه راهي الدوله صرفت والهيكل نتاعها اللي عملتها راهي كونت زاده صحفيين. خاطر ايش نقول لك، النظري مش تطبيقي. ايوا وسائل الاعلام اذا كان باش تنتدب صحفي خلي ما نحكيوش على الاجر نحطوه على شيره، راهو باش فما مقابل ذهني فما مقابل مهني باش يقدمه لها، لكن مش تصرف عليه تكونه. اذا كان نحبوا نحن اعلام اللي يكون يوفق ما بين الناس الكل ويبعد على العنصرية ويبعد على الإعلام اللي يكون متحيز لطرف معين، يجب نحن نكونوا في التبادل زيادة إعلاميين ونصرف عليها كما نصرف في مجالات أخرين. وناس ما نحبش نجبد القطاعات تصرف عليهم الدولة دم خلفها وبعدش يخليوا البلاد ويمشيوا برا قال شنو شهرية أكثر. يا حبة زيادة حتى الإعلام زيادة ياخو حقه، خاصة وأنه راه دور الإعلام مهم ومهم ومهم جدا. راهو التونسي تونسي قريب ياسر من الإذاعة وقريب ياسر من التلفزة، احتمال التونسي في الشارع ولا في العمل نتاعو عنده فكرة معينة يروح للدار يسمع راديو ولا يسمع تلفزة راه تتبدل فكرته جملة واحدة. صحيح. نحن نحبوا إعلام واعي، إعلام يكون يرفع من مستوى المواطن التونسي، اللي يبين المواطن التونسي الحاجات اللي فيها شك، خاصة تو هنا في الفيسبوك تو ولا إعلام الفيسبوك تو المواطن التونسي ولا المقتنع بما يلقاه في الفيسبوك الحين يلقاه في وسائل الإعلام. صحيح. سي منير يعطيك صحة، مداخلتك قيمة جدا لأنه طرقت برشا مواضيع في نفس الوقت، طرقت لموضوع أنه انتشار المعلومات والتعبيرات وحتى بعض الذهنيات الإعلام يكون عنده دور كبير فيها. وقت اللي انت تشد خطاب معين وتعود فيه من الصباح لليل راهو اوتوماتيكمون هذيك باش يولي كاينه حاجه عندها شرعيه، عندها القبول لانه يعني تقالت في وسائل الاعلام. خاطر نحب ولا نكره راهو مش كان في تونس، راهو يقول لك انا سمعتها في الاذاعه الحكايه هذيك. معناها يا ريت احنا قداش عندنا مسؤوليه في وسائل الاعلام وقداش مستحقين ناس واعيين يكونوا متلقين ويكونوا يفرزوا ويميزوا. وموضوع التكوين مهم جدا، وهنا باش
احقاقا للحق. معناها احنا نخدموا مع توا الفوروم هذايا مع جي اتش ار، صحفيون من اجل حقوق الانسان التي تعمل على تكوين الصحفيين في مجال حقوق الانسان. هذا هو راهو المشروع اللي احنا توا نخدموا فيه جي اتش ار وي اف ام، هو في صميم الشيء هذايا انه نتشبعوا كلنا مع بعضنا بمفاهيم حقوق الانسان ونوليو نميزوا ونعرفوا شنو العنف، شنو التمييز، شنو الكراهيه، شنو الممارسات اللي احنا مرات رانا ما نعديوهاش، ما نحكيوش عليه، نقولوا لا هذيا ما تتعداش، على خاطر انا كيفاش نعديها هذيا وكانه نوع من التباهي او نوع من الاعتراف بتلك الممارسه التي تؤدي الى نشر خطاب كراهيه. شكرا ليك سي منير. نمشيو مع التليفون الاخر، شكون معنا؟ قلت لي سي محمد. استاذ خلود مرحبا بك. وزاتي مفام دو فالور. الله يخليك. جو كونفيرم سا. عايشك يا سي محمد، ربي يفضلك. ما كنت في الاذاعه هذه بالذات، كنت في اذاعات اخرى وكنت على خلق عظيم اولا. الله يخليك سي محمد. ثانيا انا باش نتكلم على الاشخاص ذوي الاراده وذوات الاراده. اش معناه؟ لي بيرسون اون سيتياسيون دو هانديكاب. اللي هما معنفين ومعنفات ومخفيين من الدوله. وخاصه من الاحزاب منذ 2011. وجو كونفيرم سا لورسكو انا معناها راني مشيت مع منتديات كبيره. ايوه. وما يحترموش لا سيتويانتي دي بيرسون هانديكابي، وما يحترموش لا غوفرنونس. اش معناها لا غوفرنونس؟ هو الحوكمه في كل المجالات. واعني بذلك حقوق الانسان. وادلون. وانا جو كونفيرم كو جو سوي نون فايون توتالمون. Et je suis fier de l'être. Oui. Pour ne pas voir le mal des autres. C'est ce qui est le mal. C'est ce qui est le mal. C'est ce qui est le mal. يعني الافذاذ. مش تقول معناها دي انت معناها تقول لي انت اعمى ها وتحتقر راه وصار لي جور اللي عطى مازال يعطي ربي مازال يعطي فهمت. ولذا انا شجعكم على الموضوع هذا كمان دغي. وانا مستعد باش نساهم معاكم، يعني عندي كتاباتي الخاصه وعندي مقالاتي وشي ولي معناها خاطر ما تعرف المجالس بالامانات. أيوة. انا بعد نعطيكم حتى الكونفيس نتاعي. أيوة. وانا ما عمري ما كتبت حاجه مايع، ما كتبت حاجه الا لاناره الراي العام. فيما يخص عدم اقصاء الاشخاص ذوي وذوات الاراده، لانهن خاصه النساء. انا جكون في عندنا راهو 1,400,000 شخص ذوي وذوات اراده راهو في تونس. 3.5% دو لا بوبيلاسيون فيمينين. علاش نهمشوهم؟ علاش نقصيوهم؟ عندنا مهارات، عندنا كفاءات، عندنا اخلاقيات، نحترموا غيرنا، علاش ما يحترمناش الاخر؟ سي بور سولا انا هزيت التليفون وتشجعت باش نكلمكم. قبل ما نكلمكم راني كلمت الارتيكل 19. ايوه. انا الحكي كريم بالحاج عيشه. ايوه. اللي هو صديقي دوبي تخي لونتون. فهمتني؟ ويلزم الحاجات هذيا تكتبوهم لنا انتم اون براي. جو كونفيرم سا، خاطر عندنا زاد تلامذه وعندنا دي زيتيديون اي دي زيتيديونت. فهمتني؟ يحبوا يقراوا وعندهم معناها ووفروا لنا وسائل الاتصال معناها دي زابليكاسيون جدد بوغ لي نون فويون اي لي مال فويون فهمتني؟ اي بوغ لي سوغلي زاد. علاش نساوهم؟ علاش يعني تبارك الله عندنا معناها اقسم بالله العلي العظيم عندنا الناس قال لك البيت الشعر ان اللبيب لبإشارتها. سي محمد وينهم للألباب وينهم؟ سي محمد انت تو كلمتنا في صميم الموضوع نتاع اليوم، وغدوه زاده انا باش نعاود نتصل بك باش تدخل معنا، لانه غدوه موضوعنا باش يكون حق المواطن في المعلومه. وانت اي لاكسي على انفورماسيون، وانت تو اشرتي حاجه مهمه جدا. سي تين اون تري غراند نيسيسيتي بور تو الموند. مي ما يلزمش نسب ونشتم الناس، وراهو من العيب في مكان. راهو قال الشاعر ابو بسام البغدادي: اترجو بالجراد صلاح امر وقد زبل الجراد على الفساد. يعني الجراد اللي اسمه لي تريكي كيف يقراهم يقراوا على الاخضر واليابس.
صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح سي محمد، كلامك كلامك معقول برشا. انت صوتك صوتك معناه فيه برشا عبر وفيه برشا كلام قاعد تعرف فاش تحكي. معناها سي محمد واعي جدا بالوضعية، واحنا زادة موضوع انه يكون القراءة على طريقة براي للحاجات البازيك. ما نعرفش انا كيما قلت انت، اعطيونا المواثيق الدولية، خليولنا حقنا في الوصول الى المعلومة يكون بطريقة متساوية مع الناس اللي ما تستحقش قراءة برايل تقرأ بطريقة عادية. شكرا ليك سي محمد، ميرسي بوكو، شكرا ليكم الكل. هتكلمون على 31 380 ألف. سي وليد مرحبا. عسلامة أختي خلود. مرحبا بيك سيدي. يعيشك وبيك يرحم والدين ووديك. محلى برنامجك أنت وما عندي ما نقول فيه. بالحق أنت الإنسان أنت يبدي يستنى في المواضيع هذه بدقيقة والدرج. عايشك بحكم أني بحكم أني كنت حارس ليلي في نزل بالمنفير. ربي عينك سي وليد. عايشك أختي خلود. والله ديما نسمع في الراديو. ساعات نسمع ساعات نقول هذايا فهمتي كيفاش تخرج؟ كيفاش عمل تكوين نتاعو؟ والله صدقني أختي خلود راكم أنتم سلطة رابعة. والله كان يحب راهو الصحافي يحب يريض البلاد وتريض تونس، صدقني يحب يريضها. والله اختي خلود راهو فهمتي نسمع الصحفيين بالحق هما اللي يعملوا الكروزيه فهمتي بين المواطن، صدقتي. بعض البعض ها لانه البعض صحيح لانه ما نتخيلش انه راهو القصد هو هذا. ما نتصور حتى مواطن تونسي صحافي والا يخدم اي خدمه اخرى يكون واعي وعنده شويه عقل نجم يعمل حاجه يقصد من خلالها اذاءه، معناها انه يؤذي مواطن اخر والا انه يعمل فتنه، ولا ما نتصورش انه يكون القصد هذا موجود معناها بالطريقه الكبيره اللي نشوفه في النتائج نتاعها. اما كلامك واضح سي وليد، واضح جدا. نعم صدقني اختي خلود، المسؤوليه تحكي على المسؤوليه. المسؤوليه يرحم مينتك معناتها راهو سلطه رابطه، معناتها راهي راي انتوما راهو فنتي ما عادش راهو فنتي انتوما كلمتكم مسموعه راهي عند المواطن. اذا تسمع انت راهو صحافي يبدا يلمح على الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني، شنو تستنى انت في المواطن؟ انت اليوم مثال فنتي هكا تشوف الكره هي وين وصلتنا فنتي في مباراه فنتي كره يد، تشوف انت كارثه كبيره. التشنج خطاب الكراهية هذيك هو معناها في وقت من الأوقات كنت تذكر زيدا وقت اللي كان البرلمان موجود فما بعض ناس يقولك ما عاش تعدي والجلسات في وسائل الإعلام لأنه الناس كل وليت تزيد، عرف زيد الماء زيد دقيق، شكون يطلع أكثر يعني. صحيح صحيح أختي غلود، راهو بالحق راهي الفيسبوك كنت فيها حاجة باية حاجة خايبة، راه ثم ناس قاعدة تخدم اللي هدم البلاد هذه واللي ترزيلها قدام فنتي العالم أزمع. أما إن شاء الله يا ربي إن شاء الله فنتي الناس العقلاء والصحفيين العقلاء إن شاء الله يا ربي فنتي يساو فنتي، وإن شاء الله فنتي يا ربي يعطيوا كلمة هدايا في البلاد هذه في المواطنين، وإن شاء الله يا ربي نراهم كل خير. شكرا ليك، ربي يعاونك وربي يعينك. شكرا ليكم الكل اللي كلمتونا. نحكيه على الإعلام بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. نعود نذكر أنه الهدف هو تأطير الخطابات الإعلامية حتى تكون واضحة ضمن حرية التعبير وتتنزل ضمن حرية التعبير، ويكون هذا الكل بناء على قواعد ومعايير متضمنة في التشريعات التونسية الوطنية والدولية. التشريعات التونسية معناها المعايير بصفة عامة صحيح مكتوبة وموجودة في مواثيق وقوانين غير ذلك. معناها تنجموا تبدأوا تقولوا لي توا احنا يخيصونسي باش نقراوهم القوانين كل، احنا الإعلاميين مجبرين أن نكونوا مطلعين على هذه القوانين والمواثيق لأنها هي المعايير اللي تخلينا نجموا نخدموا في إطار حرية التعبير من غير ما يصيروا لديغاباج. لديغاباج من نوع أنه يقع تمرير خطابات كراهية وستيغماتيزاسيون. في نفس الوقت زادة فما حاجة مهمة هو أنه مرات وقت اللي فئة معينة من المجتمع التونسي ما تحكيش عليها ما تتلهيش بمشاغلها، الفئة هذيك
تولي مستهدفة وتولي ضعيفة وتولي هي زادة عرضة إلى نوع من خطاب مش كراهية ولكن خطاب نسيان، خطاب إقصائي. هذا باش يكون موضوعنا غدوة، غدوة في نفس الموعد من 10 ل 11 على EFM مع منظمة صحفيون حقوق الإنسان، نحكيه على حق المواطن في المعلومة، حق المواطنين الكل. سي محمد كلمنا من قربة يقول لك أنا مراش بالقدا وفخور وأقولها، ولكن في نفس الوقت ماذا بيا زادة نلقى الوسائل المتاحة باش نقرأ بطريقة براي، باش نطلع، باش نسمع، باش نلقى أقل ما يمكن من البنية التحتية اللي تخلينا نجم نتنقل. يعني يظل حاجات بسيطة هذوما ويندرجوا ضمن حقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان بالحق، اللي مهما كانت صفتنا ومهما كانت وضعيتنا الجسدية والذهنية نلقاو الاسباس متاعنا وحقنا باش نعيشوا مع بعضنا في إطار المواطنة. شيماء شكرا لك، تليفونات سيبون كملوا غدوة، احنا غدوة عنا موعد آخر. شكرا لكم، مرسي أميرة في الإخراج، منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان وإيا فهم هذوما اللي فوقهم متاعنا في إطار مشروع تعزيز الأهل المستقل في الوطن العربي. شكرا لكم.